كان اسمه اسمها شمانيسا وهي مانيسا بس موصوله سوا ما في ما ما في لفوق الف مانيسا انت بس آه. طلع يا عيني كثير حلوه ورينا ايش عندك فوز الفلوس هذا دفتر التركي دفتر التركي شوي شوي استنى شوي بس انه هون يعني كنت بتلف مانيسا انت حطيت لي

هذا هذا صغير بس هذا صغير و ابي اكتشك ابي هذا هذا اكبر منه هذا اصغر منه وهذا اكبر منه تمام بس انه حرف الن هذا ما حرف ال الاي تمام ايه لما ايون اشوف او هذول منقطين ابدين يلا تمام شيلي ايدك هالشيء اشوف من فوق ايه تمام إيه هلا بخربط لا ما تخربطي يلا من هون منين بدك بعدين من هون ايوه من تحت لفوق اذا بدك هون ايوه يلا برافو في يلا فيكي تضغطي شوي ايدك مشان يكتب اكوس ما بدي احكي حطي ايدك حطي ايدك استحكمي والله بس استحكمي بعرف اكتر من ميسان ايه معلش يا رديل. على ايوه يا سلام على هني شوفي تعين غمقه انا وانتي يلا امسكي امسكي القلم شوفي كيف هاتي هيك نطالع <applause> لفوق ننزل لتحت نعلي لفوق برافو يلا ايه بالله امي ساعدتني ما اخوي تمام قال مين ما بدكم تساعدكم وزعبوده وزميمو وز وزا امي هيك ايوه المهم تكتبي كويس فيو حدا يساعدك بس بدك كويس تمام ايه بكتب بس بس ماما ما تخربطي بركي طلعنا لبرات الشارع برات الشارع؟ يعني لهون يعني من آه. برا خربطنا ايوه ما بصير نخربط نطلع برات الشارع. من السقينا شارع ماما هذا هذا يعني مش اخوة ما بنشخوت ما بصير شخوت ايه تمام بس ما اسمه شارع اسمه خط لا لك اسمه, اسمه شارع اه؟ عم اسمه شارع؟ مين عم بقول لك اسمه شارع؟ ما يسمح لا ماما اسمه خط هذا خط ما بصير نطلع ولاد الخط ماما, ماما ماما والبيت شو خلينا نكتب هدول الاثنين بعد ما ننتقل للكشوف مرحبا كيفكم شو اخباركم ان شاء الله تكونوا بالف خير وانتم عم تتابعوا فيديو اليوم معكم انا عليا ورجعت لكم فيديو جديد اول شيء هيك رح نوقف دقيقة صمت اللي بتريدوه عن جد شكرا 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 من قلبي لكل تعليق إجاني عن جد شكرا من قلبي عن جد والله مو عرفانة كيف أتشكركم عن جد عبغجل من تعليقاتكم الحلوة والله عن جد شكرا من قلبي لكل حدا حط لي لايك like ولكل حدا كتب لي لو تعليق صغير عن جد لو حط لي بس وردة عن جد شكرا من قلبي كتير وأنا كمان بحبكم والله وبفتخر فيكم لي إنه ليش لهلا هيك العدد وليش معلش أنا رضيانة بهذا العدد اللي نحن وصلاني له بفضل محبتكم وبفضل وقفتكم معي عن جد يعني شعور كثير حلو وقت اللي بشوف تعليقاتكم عن جد شعور ما بينوصف عن جد بتشكركم من قلبي يعني انه لو ما انتم عن جد صدقوني انا كان من زمان ما كملت بالقناه بس هيك تعليقاتكم الحلوه هي اللي بتحفزني انه انشر كمان وهيك اشارك معكم فيديوهات حلوه مثلكم الله يسعدكم ويخلي لي قلبكم وهلا كمان منتظره لايكاتكم اللايك اللي بتحطوا لي اياه عن جد انه هو بيرفع الفيديو في كثير بنات بيتفرجوا علي بس ما بيفعلوا هذا الزر الجرس الاحمر بتمنى تفعلوا مشان انا كل ما انزلها انا قبل ما كنت أعرق ايش يعني هذا الجرس وقت اللي بنفعله ومنحطه على الكل كل ما بينزل فيديو جديد فتمام بيوصلكم اشعار مني وهيك بستمتع بتعليقاتكم الحلوه بلايكاتكم وطبعا هلا هون بعد ما شربت قهوتي طلعت عن جارتي الله يرزقها يا رب انا قلت لكم بالفيديو السابق انه هي عزمتنا على الفطور رح تدوقنا اكله جديده هلا هن بيقولوا لها مصفره كتبوا مين بيعرفها آه هي مثل عدس بحامض هي اللي شايفينها بالصحن الاسود وفي مع قرع يعني محطوط مع قرع بصراحه انا اول مره بدوقها يعني انا ما بعرف القرع الا بالمربى وبيعملوا يعني هيك اكل بحمض يعني هي انا بعرفها بس كمان ما بنسويها يعني عرفتوا بس اما هن قال في بيعملوه بلبن وهلا هي بيعملوها هيك بعد حامض انه كتير طيبة بصراحة كتير طيبة حبيتها انا هي اول مرة بدوها يعني ما بعرفها نهائيا ولا بعرف طريقتها ولا شيء نهائيا بس اما كتير حبيتها وجنبة بيدهن وهيك خبز فليفلة ومسخن عن جد اكلة خرافية بهيك بالبرد وبالشتاء كتير طيبة مع انه لسه جو عنا حلو يعني ما في برد شايفين خبز المحمرة خاصة لمحمد عقيدة يسلم ايديها والله يرزقها يا رب، بالمناسبة انا قلت لكم بالفيديو السابق انه جارتي في عندها قناة على اليوتيوب بتمنى كمان تروحوا وتشتركوا عندها وهيك تفرحوها ب بعيلتنا الحلوة بهيك رفقاتي الحلوين على اولت من خلي لي قلبكم هلا أكيد مباشر ما طولت كتير عند الجارة هي بتعرف لأنه أنا رح أروح عند حماتي بالمناسبة رح تلاقوا قناة جارتي بصندوق الوصف وأول تعليق مثبت رح أروح عند حماتي مشان إنه نساعدها بتنظيف البيت تمام هلا هون ما بس أنا كنت لحالي أنا وسلفتي قبلي كان في بنت حماية تانية وسلفتي كل حدا بيسوي لها شيء تمام يعني ما عندنا حدا إنه هيك مثلا معين إنه لازم يعمل هاي الشغلة لا الفاضي بيروح بيساعده شوفوا لي هون هالزرعات ما شاء الله ما بتأمن على زرعاتها دخلتهم لجوا كل اللي بيحتاجوا إنه يدخلوا على الغرفة ما عنده مشكلة بتحطهم بغرفة القعدة دخلتهم وحطيتهم كليتهم ما شاء الله بهالشكل على بين ما جينا مشان ما نطول فيهم يعني انه حطيتهم هون بهالغرفه وهلا رح ننظف لها هي غرفه القعده انا وسلفتي بنعمل لها الممر البلكون سوينا بس اكيد ما كنت عم بقدر اصور لانه انا ماني في البيت يعني هيك رح اصور لقطات يعني لازم للمسا نكون مخلصين رح نرجع لانه في عنا شفتوا بيت وولاد وهيك فالمفروض انه للمسا نخلص يعني رح نشتغل بسرعه اكيد هون بعد ما خلصنا هيك انا وسلفتي قعدنا نشرب هالفنجان القهوه جنب هالزرعات عن جد ما شاء الله هيك المنظر غير شكل لانه كان ضلل البرادي وهيك في الفرش ماي بس تبع هدول المخدات عم تلبسهم خاله كانوا خيسلتهم كانت وفي شيء من البرادي يعني فقعدنا هيك شوي نشرب فنجان قهوه ونروق فيه طبعا بعد ما خلصنا الاسلفتي رح تروح وانا رح اروح على بيتي وراح اخذكم معي على البيت اليوم هيك فيديو كثير مستعجل عند حماتي بس قلت لكم انه ما صورت فيه كثير بس ما شاء الله كثير حلو منظر الزرعات ما شاء الله حقا انه تدخلوا لجوا والله انتوا اعطوني رايكم مين بيحب الزراعه هلا بصراحه انا بحبه بس اما يعني مو انه هيك كميه يكون في البيت لا زرعه زرعتين ايه تمام على البلكون برا كتير بحب الزرع بجميع انواعه يعني ايش في شجرات ايش في وردات هيك ايه كله كتير بحبه وبحب يكونوا عندي يعني بحب البلكون يكون كله اخضر فان شاء الله على الصيف رح نغير هيك شغلات وهون بعد ما خلصت الغرفه لخالي شايفين صار الليل عم بستنى زوجي يجي ياخذني وانه راح نروح على البيت لانه ضل بالي على الاولاد يعني هلا الامان برب العالمين انه مامنه يعني انه في البيت حكي معهم كتير وهيك بس انه قد من كان واحد انه هيك بيضل باله يلا يسلم ايدينا ويعطينا العافيه انا وكل مين ساعد خاله وكل مين اشتغل خاله يعني حماتي في بنات رح يقولوا لي انه مين خاله انا بقلها لحماتي خاله لانه هي خالتها لامي ما خالتي لالي خالتها لامي بس طبعا بمقام خالتي ومثل امي فبقول هيك وهون شوفوا بعد ما جيت على البيت طبعا الله يرزقه زوجي جاب اكل جاهز وهيك للاولاد لانه كانوا هن في البيت وانا خالي كانت عامله سفر جليه وجنبها كبه بس ما ما صورت هيك لانه قلت لكم كنت مستعجله وهون جيت على البيت انا مصورت لكم هدول بس بصراحه اخرت الفيديو ما نزل بس في كتير بنات سالوني عنهم فحبيت لكم لانه عن جد رح تستفيدوا كثير هلا هون هي عنا بليله درا يعني انه نية نظامي حطيت لها مي وراح احطها على الغاز تنسلق بعد ما تنسلق انتو بقى بطريقتكم كتير على فكره فرطه هوين يعني ما بدها شيء وقت اللي بتنفرط انه هيك بنشيل الحبات بس قسمناه بالنص بيطلعوا الحبات لحالهم نقسمه ثلاث اقسام بس والله ما تصور كليته شايفين هدول هالكم عرنوس عن جد عرنوس مين بيعرف كلمه عرنوس بليله هيك بيقولوا عن عرنوس بليله شايفين هدول هالكم عرنوس عن جد هيك اسمه انتم كتبولي لي بالله شو اسمه عندكم اسمه عرنوس كمان هيك مثلنا اللي بتقولوا له غير شيء هون طبعا شايفين بعد ما استووا بيطلعوا كميه كتير منيحه يعني عن جد رح تستغربوا من الكميه اللي رح تطلع لكم وكثير رح بينما الكيس هيك فيه شوي صغيره وكثير عم نستخدم الدنيا. يعني ما ما بيطلع شيء انتوا جربوا اثنين ثلاثه واكتبوا لي بالتعليقات وعن جد رح تدعوا لي هون هي المسعة السهرة اجت كمان لعندي سلفتي ميت اهلا وسهلا طبعا هي سلفتي الثانية هاي سلفتي الاكبر مني مباشر طبعا انا وياها قد بعضنا بس اما زوجها الاكبر من زوجي يعني عرفتوا وفي آه سلفتي الاصغر مني كانت معي يعني وحده اكبر مني اجت لعندي المساء وواحدة اصغر مني كانت معي ميت اهلا وسهلا شوفوا هي خبرتني انه جاي قمت مباشر سويت لكم هالمشبك وعن جد عم يطلع خرافي كمان راح احط لكم اياه بصندوق الوصف واول تعليق اذا حابين تجربوه لانه عن جد رح تتشجعوا وتجربوه كتير طيب بنصحكم انه تسووه واعطوني رايكم انتم فيه اذا عجبكم ما شاركت التصوير لانه مشاركته قبل معكم ما شاء الله شوفوا لي هاي الشجرة هاي ما شاء الله على الزرعة اللي بتجنن يسلم ايديها يا رب هاي سلفتي اللي اجت لعندي جايبت لي اياها ابوس قلبه انا معبودة يخلي لي قلبه والله ما في مثله والله يرزقها يا رب ويخلي له ولاده وعن جد يعني شكرا كتير شكرا من قلبي كتير كثير حبيته وكل يوم الصبح بشرب مع هيك فنجان قهوة جنبة عن جد غير شكل خبروني انتو كيف علاقتكم مع سلايفكم الحمد لله والله نحن مو لانه يوتيوب والله كلهم هيك شفتوا وحدة ساعدتني الصبح وهلا هي التانية طبعا هي عم ساعد حماتها يعني انه تنتيناتنا جينا نساعدها بس يعني انه الحمد لله في محبة في وفق بيناتنا وان شاء الله هيك انتو كمان الله يديم المحبة والوفق بيناتكم وطبعا لهون بكون انتهى الفيديو استنوني في فيديو جديد واذا حابين تشوفوا صباحي بيوم مع منيسة اليوم الفيديو برعاية منيسة فكملوا الفيديو واسمعوا حديثي أنا ومنيسة بأول الفيديو وباخر الفيديو وهذا طبعا الحديث أنا ومنيسة كان وبعده رح أنزل فيديو تمام كمالته فالفيديو اللي رح ينزل بعد هذا ما فيه صبح لأنه شاركت معكم الصبح هلأ بفيديو أنا ومنيسة بحبكم كتير واستنوني فيديو جديد لكم باي منيسة بتعملي شو بالملح مع هذا ها بحبه تمام ومين كابب هيك ماي؟ مي مي من زمان انتو كبي من زمان نحن يعني هلا ما انتي هاي المي ها منيسة منيسة عم تاكلي ملح ويوسفية شلون هيك هي. طيبة ملح ويوسفية يعني؟ <applause> كويس دخلي لا ما بدي خليهم نروح على المطبخ ما بدي وجيبي لي مساحه امسح المي هون <applause> شوفوا زوجي شلون ايش البرادي شو عم تدخل الشمس مع انه الجو عندنا كثير حلو هلا عم بيقولوا انه برد يعني هلا بغير المحلات انه بس ما بيقولوا انه برد برد يعني لو ضمن انطاكه مثل سلفتي كانت عندي انه قال كثير برد بيتهم نحن لا يعني عادي شفت اولادي لابسين شروطه عن جد بيتي انا كثير دافي حتى بالشتاء تدفئه على اوطى شيء وبيتي كثير دافي وبالصيف كثير شو انا لك انه بيتي بيتك يعني ما تم حتى لانه بيتي برد يا لما في حدا عم بحكي معه هيك قصدك مشان هيك لانه عم بسجل عم بحكي عم بحكي مع متابعيني لكن. عم بحكي مع متابعيني هذا ما متابعينك لك مين هدول؟ هدول رفقاتك رفقاتي ايه تمام مزبوط والله حكيك يا منيسة هدول رفقاتي ما متابعين اجيك تقولي لهم انت هلا لا اجي اسلم ايوه طبعا ما بدك تسلمي عليهم لرفقاتي لا ليش هم بحبوكي كثير بيكتبوا لك تعليقات حلوه جونايدن قلت لكم جونايدن ايش يعني جونايدن يعني 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 بعمل لك هيك انه صباح الخير صباح الخير يعني... لا تحطي ايدك على شعرك بتاكلي يوسف في أنا أنا بحكني. أيوة بتعرفي شطورة اللي بياكل يوسف بحط إيدي على شعره إيش بيصير بحكه أيوة ما بصير لازم بس أكلنا إيش نعمل أنتي أنتي بس أكلتي إيش بتعملي لأيديكي أم بربي ايه تمام لكل عشان بتقولي لي إلي اها انه اقول لك بدك اغششك؟ ايه ليش ما بتعرفي انه لازم تغسلي؟ بتعرفي ما؟ يلا بس لا تكبي بالارض لانه انت بنت الشطوره وقلتي لهم جو كمان بدك تروحي على الروضه اليوم؟ ايه حلوه الروضه احكي لهم لرفقاتي على الروضه شربتي لي المي قعدتي وشربتي لي المي؟ لا احلى شيء انه شربت لي مي وشوفوا فنجاني القهوه تفضلوا مين لسه ما شربت القهوه يلا ماني سالي ولا لرفقاتي شلون حابه الروضه انت تروح عليها في اولاد رفقات وجس كانين عم الانسه <applause> يي ليش عم بيعزبوها جسك كونين ولا الانسه بس كيسكا كان عم تلف اخوها ولا بدنا من واحد واحد تمام هلا مبسوطه كثير بالروضه بتريدي تبطلي منها ما تبروحي مثلا ضلي بالبيت ما تروحي على الروضه بتريدي؟ أيوة مبسوطة يعني بالروضة إيش اسمها أنا آه. انسنور سنور وواحدة اسمها صديق اسمها يو يوم يومنا يومنا أيوة يومنا مين بتحبي أكثر آنسة سنور ولا آنسة يومنا؟ آه. أنا سنور نور وآنسة يومنا برافو شطورة بتحبي تنتين يعني برافو يلا يمي ايدك من تم خليني اشرب القهوه مشان بعدين اجهزك للروضه يلا هلا قولي لهم باي لرفقاتي والله ما في مدرسه لا اليوم في صار اثنين الله <applause> يحميك <applause> يا دناي بلسم لجروحي من دماتي عم غزيك الله يحميك